مياه البحار والمحيطات ليست ثابتة، وإنما تتحرك بحركات مختلفة. فهناك حركة التيارات البحرية والأمواج وحركة المد والجزر، وجميع هذه الحركات تؤثر في حياة الإنسان وأنشطته الاقتصادية كالملاحة البحرية والصيد وغيرها. وقد أثرت خبرة سكان الأسكيمو ومعرفتهم لهذه الحركات، خاصة حركة المد والجزر، على جمعهم لبلح البحر والطحالب البحرية من شمال كندا ليدعموا مصادر غذائهم القليلة بمأكولات بحرية طازجة. تحدث حركة المد والجزر مرتين أو أكثر كل يوم، تبعاً لمرور أو ابتعاد أجزاء من الأرض أمام القمر، وتبعاً لموقع هذه الأجزاء على درجات العرض. والمد والجزر ظاهرة طبيعية من مرحلتين تحدث لمياه البحار والمحيطات. مرحلة المد يحدث فيها ارتفاع تدريجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر، أما مرحلة الجزر فهي انحسار تدريجي لهذه المياه. وللمد والجزر نوعان: المد المرتفع، ويحدث نتيجة تأثير جذب القمر والشمس معا لمياه البحار والمحيطات على سطح الأرض، عندما تكون مراكز كل من الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة، أي يكون القمر في طور البدر أو المحاق. أما المد المنخفض فيحدث عندما يشكل مركز الشمس والقمر زاوية قائمة مع مركز الأرض، فتكون قوة الجذب أقل، ويكون القمر في التربيع الأول والتربيع الأخير. ولظاهرة المد والجزر فوائد عدة، فهي تسهل على السفن الدخول والخروج من الموانئ، فكلما ارتفع منسوب المياه بشكل أكبر مع المد سمح للسفن بالوصول إلى الميناء. وتعد المناطق التي تحدث فيها ظاهرة المد متنوعة بيولوجياً، وتوصف بأنها الأكثر غناً بالكائنات البحرية، كما استفاد العديد من الدول من الطاقة التي تنتج عن حركة المياه بفعل المد والجزر، وأنشأت محولات لتوليد الطاقة الكهربائية. ليست ظاهرة المد والجزر وحدها تحمل فائدة للإنسان، فالأمواج أيضاً أكبر مورد للطاقة، حيث استطاعت فنلندا توليد الطاقة الكهربائية بوساطة مكنة البطريق، والتي تطفو على سطح الماء محولة الطاقة الحركية للأمواج إلى طاقة كهربائية ودون أي تأثير سلبي في الحياة البحرية. ترى كيف تحدث الأمواج؟ تعد الرياح العامل الرئيسي في تشكل الأمواج، إذ تؤثر على سطح الماء في عرض المسطحات المائية، مسببة تحرك الماء في مسارات دائرية بحيث يعود إلى مكانه مع حركة أمامية بسيطة، لذا نرى القارب يرتفع وينخفض مع حركة الأمواج، لكنه لا ينتقل في اتجاه انتقال الموجة، وتتكسر الأمواج بالقرب من الشاطئ وتصطدم قاعدة الموجة بالرصيف القاري. أما إذا تضاعف ارتفاع الأمواج إلى عشرات الأمتار فإنها تتحول عند اقترابها من الساحل إلى ما يعرف بالتسونامي المدمر، وهذا ما حدث في عام 2004 حيث ضرب زلزال قاع المحيط الهادئ بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، مما تسبب بموجة تسونامي مدمرة راح ضحيتها الآلاف. ما الفرق بين الأمواج العادية وأمواج التسونامي المدمرة؟ تنشأ الأمواج العادية بفعل الرياح، ويرتبط حجمها وخصائصها بقوة هذه الرياح وديمومتها واتساع المسطح المائي، وطول الموجة العادية يتراوح بين 30 و200 متر، ولا يتجاوز ارتفاع الموجة أمتاراً عدة، وتنخفض سرعتها عند الاقتراب من السواحل. أما أمواج التسونامي
تنشأ بفعل حركات أرضية كالزلازل والهزات في قاع المسطحات المائية، ويتباين طول الموجة بحسب عمق المياه ليصل إلى 500 كيلومتر تقريباً، ويزداد ارتفاع الموجة عند السواحل لتصل إلى 30 متراً، عندها تنخفض سرعتها لتصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة. ومن حركات المياه في البحار والمحيطات التيارات البحرية، وهي كتل من المياه تتحرك باتجاهات محددة ولمسافات بعيدة على شكل ما يشبه أنهاراً، وبعمق يصل حتى كيلومترين وبعرض يصل إلى مئات الكيلومترات، وتصنف تبعاً للجهة التي تأتي منها إلى تيارات باردة قادمة من المناطق القطبية وتيارات حارة قادمة من المناطق الاستوائية. لنتعرف معاً إلى آلية تشكل هذه التيارات. تتصل المحيطات ببعضها بعضاً، لكن مياهها تختلف في خصائصها من حيث درجة الحرارة والكثافة والملوحة باختلاف العروض الجغرافية. وتتحرك التيارات البحرية في مسارات دائرية بسبب اختلاف كثافة المياه، حيث يرتفع الماء المنخفض الكثافة للسطح ليحل مكانه الماء المرتفع الكثافة. وهناك عوامل تؤثر في توجيه هذه التيارات، نذكر منها شكل خط الساحل وتأثير قوة كوريولوس. كما يؤثر اختلاف منسوب المياه بين مسطحين مائيين متجاورين في انتقال التيارات البحرية. ترى هل للتيارات البحرية فوائد؟ تعمل التيارات البحرية الدافئة على رفع درجة حرارة سواحل العروض الجغرافية الباردة، كما تزيد من كمية الهطولات المطرية في تلك المناطق، وتزيد الثروة السمكية، وهذا ما يساعد على نشاط الموانئ اقتصادياً في تلك العروض. وعلى العكس، تسبب التيارات الباردة انخفاضاً في درجة الحرارة وتدني الهطولات المطرية وتدني كمية الأسماك. ولكن لتلاقي التيارات البحرية واختلاط مياهها آثاراً إيجابية، فهي تساعد على صعود العناصر الغذائية من القاع، حيث تحمل التيارات الدافئة معها كائنات صغيرة تعرف بالبلانكتون النباتي. أما التيارات الباردة فتحمل البلانكتون الحيواني، وكلاهما غذاء رئيسي للأسماك الصغيرة التي بدورها هي غذاء للأسماك الكبيرة. وقد استفادت اليابان من تلاقي التيارات البحرية الدافئة مع الباردة على سواحلها لتحتل المرتبة الثانية عالمياً في كمية الصيد البحري، وبالتالي مهما اختلفت حركة المياه وآثارها، كان على الإنسان دائماً الاستفادة من الطبيعة الأم وتسخيرها لخدمة نشاطه الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة، لأنها الخير الدائم للأجيال القادمة على مر العصور.